الجزائري والتدخل من يوسف عطل عيسى مندي من ركائز المنتخب الجزائري الجهة الشاء من هجوم المنتخب الجزائري من الجهة اليمنى. الكرة في دائرة وسط الميدان من رامز الزروقي، رامز الزروقي تقصري عبد الرحمن بالقيمة الفنية الموجودة على أرضية الميدان. إن شاء الله نشاهدوا دربي مغاربي يليق بلاكس اللي في بغداد بنجاح. المنتخب التونسي يلعب في الاتفاق السعودي مع نعيم السليتي تكون في مارسيليا. جالسة المنتخب الوطني التونسي وضيع مرة أخرى الكرة ترجع في التسجيل بعد نجاحه في أخذ الأسبقية من جديد أمام المنتخب الوطني. مندي بعد بيتيس إشبيليا الوجهة الممتازة أمام تشيلسي. نتابع التدخل من جديد من اختبار كبير لدفاع المنتخب التونسي. إلى حد الآن زوز هفوات وزوز أهداف للمنتخب الجزائري. الجزائري منتخب رهيب خاصة في الخط الأمامي. المنتخب المالي سجل أيضا ضد المنتخب الوطني التونسي بمخالفة صعبة جدا. هفوة فردية في وسط الميدان في الفترة الأولى. هوني محمد معروف يعطي صفيرة انطلاق الشوط الثاني. إن شاء الله يرفع الكرة والرئيس سمبول حيب البوكسينج بعد الكرة على رامز زاروق على مستوى دائرة وسط الميدان. الكرة ترجع للمنتخب الجزائري. تأتي من حمزة الرفيعة الصعود منها مباشرة. فما يوسف عطال إمكانية عكس الهجوم لا يرجع رياض محرز إلى الظهير يوسف عطال عبر الكرة الثابتة. شفنا فرصة وحيدة عبر حمزة منه الكثير. على كل المنتخب مطالب بتعديل النتيجة تسجيل الفارق في مرحلة أولى للمنتخب وهبي الخزري لاعب اللي ينتمي للغرافة القطري المنتظر باش على المنتخب الوطني التونسي. برافو في الكرة الأخيرة ترجع من يوسف عطال باش يصوب عطال يصوب. المنتخب الوطني التونسي الكرة وتدخل من عطال عيسى مندي مباشرة يوسف عطال. حمزة رفيعة حمزة رفيعة حمزة رفيعة في وسط الميدان ياخذ الكرة معاه خلف المنفذة من يوسف البليلي وبعد كرة. الشوط الأول للمنتخب الجزائري 2-0. يوسف عطال يرجع لي. قالوا المدرب جمال بلمادي أنه حنب على المجبري. نشوفوا التدخل الأخير المنتخب الجزائري التدخل من جديد هدف في الشوط الأول خلال مناسبتين عطال.